اللي بيحصل ده كذب وافتراء فيا. الشغل ده شغل ميكر وبقالها 4 سنين مطلقها. طب من 4 سنين الكلام ده ما اتنشرش ليه؟ مش معنى جت مشت دلوقتي. انا مطلقها من 2012 وهي سايبه بيتي من 2011، يعني سايبها سنه في بيتها عند اهلها عشان لو في اي ود عشان البنت، لكن لقيت ان العيشه مستحيله خلاص رحت مطلق في 2012. واحده كاتبه كلام وكله متناقض، إن, ان 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 انا طلقتها وضربتها ومضيتها على اصالات امانه عشان ترجع البيت تاني. انا مش فاهم يعني طب ما انا هطلقها يعني ما دام انا واحد عاوزها ومضربها، يعني انا راجل مجنون رسمي وبعايزها وبضربها، طب ايه اللي هيخليني اطلقها وامضيها على اصالات امانه عشان ترجع لي؟ انا مش فاهم. طب واخدت بنت ليه منها ما دام هي كانت بتشوفها؟ هي نشره حكم محكمه انا هي تزوجت وانا تزوجت وكل واحد عاش مستقرها، قالت انا مش عايزه البنت. وطالق زوجها كان مكلمني امبارح الساعه 12 بالليل اقسم بالله بيقول لي يا ما عايز احنا مش عايزين البنت، اقسم بالله زي ما بقول لك حق الرؤيه والكلام ده. قلت له انا الاثنين تحت امرك، بس انا ما ينفعش يجي لوالدي والدتي كل شويه محضرين من المحكمه ونفتش بقله ادب ومرضيه في شغلي ولا ناس بلطجيه جايه لي في شغلي في كل مكان اروح اشتغل فيه. جوزها بيكلمني ان احنا عشان انا يعني استأنفت في حكم المحكمه فهم كده هيلاقوا ثغرات، فقال لك الاستئناف وفي جلسه فبالتالي اضغط عليه باي حاجه ان هو يتنزل عن الاستئناف او ما يحضرش. والشغل ده كله ميك اب. لا انا مش مخالف حكم المحكمه بدليل ان هم يعني كانوا سايبين البنت ومش عايزين وكانوا بيجوا لغايه بيتي ويشوفوا البنت ويقعدوا معاها بيتها وخالاتها ومفيش اي حاجه. فجاه لقيت وقفوا عن الرؤيه، حتى انا بتصل بيها بقول لها انت يا فاطمه مش هتيجي تشوفي سدن زي ما انت بتقولي كل اسبوع، يا اما تقولي لي هخرجها على اساس ان انا ما اقعدش قاعد في البيت واحبس البنت. قالت لي لا مش هينفع مش هنيجي الاسبوع ده. فوجئت بعديها باسبوعين لقيت قضيه من المحكمه الحضانه لجدتها. طب الاول ان ينشر الكلام ده الجده اللي هي معاها حكم الحضانه ولا الام؟ ما هي متزوجه. ما انا هقول لي معلش على حاجه يا فندم، اولا ما ينفعش طفله تعيش مع حد غريب. ما هي مش ده مش محرم ليها، مش محرم، فما ينفعش ان بنتي حد يطلع عليها. اولا لو انا مخالف للكلام ده كله زي ما بيقول، اولا هم سايبين البنت اعيش ودراستها كلها معايا من وهي في كي جي 1 نيرسري كي جي 1 كي جي 2 واولى ابتدائي وهي معاها في مدرستها. طب يعني معلش انا لو انا مش عايز اوريها او والبنت عندها 6 سنين، يعني معنى كده ان هي ما شافهاش بقالها 6 سنين؟ ما هي بتشوفها. الكل اللي انا بقول لحضرتك عليه ده ضغط عشان الاستئناف، ان انا مستأنف حكم محكمه فبالتالي هسقط الحضانه منها ومن والدتها، لان والدتها فوق ال 60 سنه وست لا تقدر انها تراعي طفله. انا اتعمل لي كذا شكوى كيديه. انا ما حضرتك بالحاجة بتقولي ده، انا اتعمل لي كذا شكوى كيديه. والشركه هو انا مثلا اسمي محمد فودافون، يعني والدي ده صاحب شركه فودافون مصر. طب هي ليه هتحافظ على موظف وهو بيعمل لها مشاكل وكومبلين وحاجات كده؟ الا الكومبلين نوت بلد والحاجات كلها فايديه يا فندم. ده وصلت ان تخلي الميكانيكي اللي عندهم يعمل عليها شكوى ان انا بتجسس على رقمه. وصلت ان خلت كل اي حد يعمل شكوى. وصلت ان انا جالي تهديدات من 3 اسابيع وفي شكوى رسميه برضه في الشغل عندي ان واحد بيكلمني ان هو امن وطني وان بيهددني ان هو يعمل يعني فيا حاجات كده. قلت له يا فندم انا منتظر حضرتك تعمل فيا كل اللي انت عايزه. خلاص؟ ومجرد ما قال لي انا شغال في المكان الفلاني رحت المكان الفلاني وطلعت قابلت اللي هو ميناء القاهره الجوي وطلعت قابلت حد مسؤول هناك وقلت له في واحد اسمه كذا كذا وكلمني ورقم تليفونه دوت. فرشوا لقوا ان الراجل ده شغال فرد منظم كاميرات امن ومعاه عدديه. شهر اخر مره كانوا بيجوا لغايه شهر 3/2015 وقطعوا فجأة الزيارات وابتدت ترفع الحكم. حتى تلاقي حضرتك الحكم طلع مش عارف 19/3 حاجه زي كده اللي انا متذكره، ان انا رفعوا الدعوه يوم 19/3 اداني الحكم في نص رمضان. وهوضح لحضرتك على حاجه صغيره، هو في حكم محكمه بيصدر من غير ما يكون في طرفين؟ هو المفروض الطرف الاولاني اللي هي والدتها مش هي نفسها، والطرف الثاني اللي هو انا ما اعلنتش بولا اعلان
وما حضرتش ولا جلسه بناء على ان مفيش حد اعلمني. انا اعلموني بالحكم في رمضان فجاه، يعني لقيت محضر جاي لي اعلان حكم، يعني انا ما حضرتش ولا جلسه ولا اعلان اعلان صحيح في ولا جلسه. فبالتالي اساسا يعني حيثيات الدعوه من حيث الشكل كلها اساسا غلط. ماشي تمام. حضرتك عملت الاستئناف امتى بقى؟ ده اللي انا بقوله، الاستئناف اللي هو على الحكم بتاع والدتها اللي هو الجلسه بتاعته قربت. اتعمل اعتقد من حوالي شهر حاجه زي كده او اقل.